قوانين وفي لوائح. تقدم سيادتك بطلب تصريح، لما نتعنت معاك بأزعل. واحنا نتعنت ليه؟ انما كنت هتحكي لي قصه يا دكتور اشرف. يا فندم، الاستاذ نور الشريف النجم الكبير الله يرحمه كان بيعمل مسلسل اسمه الدالي، وانا اتصلت بيه وقلت له استاذ نور في حضرتك معاك ممثل مش عضو نقابه. قال لي اسمه ايه؟ قلت له اسمه عمرو يوسف. قال لي طب ايه المطلوب مني؟ قلت له المطلوب منك يا استاذ نور تغيره. فقال لي حاضر هغيره. وسكت كده، وبعدين قال لي هو انا ممكن اقول لك حاجه؟ قلت له اتفضل يا استاذ نور. قال لي انا شايف ان الشاب ده هيبقى نجم كبير. قلت له خلص الموضوع يا استاذ نور، طالما حضرتك شايف ان ده هيبقى نجم كبير احنا ما نقدرش بعد كلام حضرتك نفتح بقنا. احنا مع اي موهبه يا فندم، مع اي موهبه وتقدم للنقابه وحصل على التصريح وبقى نجم كبير، وتحققت نبوءه الاستاذ نور الشريف وبقى نجم كبير. طيب. احمد عز ما كان بيجي النقابه بياخد تصريح، كل النجوم. احنا مش طالبين حاجه يا فندم، انت حضرتك عشان تشتغلي في البرنامج عضو في نقابه الاعلاميين، صح ولا عضو في نقابه الصحفيين؟ مظبوط. والصحفيين الله. فالنهارده اشمعنى الفن مهنه من لا مهنه له تحت شعار حريه الابداع؟ لا يا فندم، احنا بنحترم حريه الابداع وبنحترم قرارات المخرج واختيارات المخرج. احنا ما بنقولوش خد مين وما تاخدش مين، انما بنقول له يا فندم اذا اردت الاستعانه باي حد جديد كل المطلوب من سيادتك حاجه بسيطه جدا. نعم. انهم يتقدموا بطلب تصريح مسبق للنقابه. طب ما ينفعش يجي لاحق يا دكتور اشرف؟ ازاي يا فندم؟ طلب تصريح الفيديو اترفض. يعني لو حضرتك عايزه تصوري مثلا في مكان تصوري وبعدين تطلبي التصريح؟ لا ما بيجيش منه. طيب. طيب افرضي الاسباب مش فيها يا فندم اسباب كتير ممكن تحول. يعني انا مثلا عندي بند في القانون بيقول ان يكون حاسم السير والسلوك. افرضي يا فندم للاسف طلع حد مش حاسم السير والسلوك، مش ده محسوب على الاسره الفنيه يا فندم؟ ولا مش محسوب؟ فهذا القرار ليس فقط ضد هذا الشاب التيك توكر كروان مشاكل، ولكن مع للاجمالي 70% مخالفات.